يا علوة يا عيال افتحوا لي ايدي وجعتني. يا خرب بيتكم كل ده. انا ام الله في ايه يا واد؟ في ايه؟ وجعتوا لي ايدي كل ده. انا ام انت لو رزعت على الباب كده تاني اعتبري نفسك شهيده. اخص عليك يا ايمن، حد يا واد يكلم خالته كده برضو؟ انا بكلم خالاتي كده حتى اسالي بقيه خالاتي. الحق عليا، ده انا جايبه لكم اكل عشان تاكلوا. مش عايز صفح. يخرب مخك ارمينا، محدش بيصحي حد كده. صدق ولا ان انت بتربيت؟ انا متربي احسن منك. والله انت اللي جبت اجل اختي. ان شاء الله هتحصليها. اخس. طب امشي غور من وش غرقتك داهيه في شكلك. الصباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. الصباح الخير يلي معانا. خد تعال هنا. انت رايح فين؟ رايح انزل اقعد مع صحابي يا بابا. شايلك يا ابني، انا طالع في التلفزيون على الهوا وعايزك تسجله لي في الفيديو. يعني يا بابا حتى اليوم اللي بنزل اقعد فيه مع صحابي هتقدرني برضو في البيت؟ دي ما بقتش عيشه. ايه اللي بانا اللي في بقك ده؟ مش قالك انا ايه؟ عيب واحد زي كده ارمي اللي بانا دي؟ عيب. معلش اصلي ريقي ناشف. ريقك ناشف؟ اه بعد ما ريقك يتبلي ارميها على طول. في واحده زياده معاك عشان ريقي؟ لا خلاص ارميها. مين حالته؟ أختك لافة فين؟ صحت؟ آه من زمان وراحت الشغل. راحت الشغل، أوكي. يا صباح يلا. الريحة دي ريحة إيه؟ هقول لك بقى، عاملة لكم أكلة جديدة نوفي، هتاكلوا صوابعكم وراها، لسه شايفاها إمبارح في التلفزيون. صينية مسقعة بصفار البيض. بإيه؟ صفار البيض. صفار البيض يلي معانا يلي معانا، البيض فقز. يلا يا حبيبي تعالى انت بقى كل مع خالته. انا صايم. والله ماليكوا في الطيب نصيب. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونشهد أن الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حلو، القاعة مليانة. حلو. مساء الخير. في شوية تعليمات يا جماعة نحب نقولها في الأول عشان نعدي الحفلة على خير وتستمتعوا بالفيلم إن شاء الله. إيه يا عم، إحنا في طيارة ولا إيه؟ هتخلص بقى يا عم. مش حابب تقول حاجة؟ حابب تقول اللي جنبك حابب يقول حاجة؟ أول حاجة يا جماعة محدش يقاطعني وأنا بتكلم، أنا بقول تعليمات مهمة، تمام؟ تاني حاجة، اترك المكان كما تحب أن تراه. يعني ملاقيش فشار مرمي، كان زيت بيبسي مدلوع على الأرض، منديل واحد تفف لي فيه ورمهولي، يعني إحنا طلعنا عين أبونا عشان ننظف لكم القاعة. تمام؟ تالت حاجة يا جماعة، نلتزم الصمت. اللي هنسمع صوت موبايله بيرن، هنسحب الموبايل بهدوء ونحول الرصيد كله لتحيا مصر. تمام؟ ولع الفيلم يا حسن. ماشي، انا قاعد معاكم بقى. يلا. الو، ازيك يا لهفة؟ هي مرتديلا، اخبارك ايه؟ هتخلص امتى؟ شويه كده. ثانيه واحده معايا. هلو يا فندم. مساء النور، تحبي حريك بيتزا بورجر ميكس جريل باستا اور سي فود؟ لا انا ممكن اخد حاجه تشيكن. ممكن اخد تشيكن كانتي. 1 بيس اور 2 بيس؟ 2 بيس. السوز باربيكيو ولا هاني ماسترد ولا فرنش فراي؟ باربيكيو. اوكي، حضرتك تحبي درينك ايه؟ ميديوم سمول لارج؟ ميديوم اورنج جوس. 2 بيس تشيكن باربيكيو اورنج جوس ميديوم كويكلي بليز. 2 بيس تشيكن نمبر 6 تشينج بليز. 2
تو بيس تشيكن مرتديلا مرتديلا. ايوه لهفه. انت رحت فين يا ابني؟ موجود. بقول لك ايه مرتديلا، ممكن تعدي عليا عشان عندي مشوار صغير عايزك توصلني بيز؟ ماشي يا ست، تحت امر. سلام. تو بيس تشيكن ايه ده؟ نهارك يا اسطى. تاريخ كنت داخل مستعجل في ورديتي. بتعمل كده في ورديتي؟ ده انت ليلتك سودا، ده انا هوديك في داهيه. حضرتك ليه السياح طب في قاعه مغلقه زي دي يعني يا فندم؟ سياح قاعد لي في نص القاعه وتقول لي السياح ما عادش ورا ليه يا حبيبي لو خايف من السياح؟ معلش بص ابوس ايدك، استر عليا الله يستر عليك. انت بترشيني؟ لا خالص. انت ليلتك سودا، يعني قضيه اداب ورشوه. قضيتين في ليله عرض واحده؟ حظك حلو بقى. لا طب بص حضرتك، بص والنبي يستر عليا الله يستر عليك. انت غبي يا ابني، ما انا قلت لك اعمل لك رشوه بتديني فلوس تاني. ايه الغباوه دي؟ وحياه امي لو اوديك في ده. محمد لا ما تدخلش في محمد. النبي ما تدخل محمد. طب محمد حضرتك انا بحبها. ايه؟ بحبها قوي. وهي بتحبك؟ وهي كمان بتحبني. طب اقعد خلي بالك منها، حطها في عينك، ما تزعلهاش. حاضر، بس لازم تيجي الفرح. ماشي انا مستني، انا اهوت مستني الدعوه. ربنا يخليك يا استاذ. ماشي ربنا يخليك. لو جبت ولد تسميه مرتضى. ناي. ولو جبت بنت وايه ده. ماشي. بس بقول لك ايه، خلي بالك عشان 5 دقايق والنور هينور والاستراحه. ماشي فاهم يعني؟ بسرعه. ايه ده في شارع على الارض؟ هسيبك بقى يا حبوبه واروح اغير عشان امشي انا. تغيري ايه؟ استني بس، النهارده عندنا عيد ميلاد ونجوى ما جاتش، والمدير بيقول ان انت اللي هتخشي مكانها. عيد ميلاد ايه؟ انا مالي؟ انت مالك ايه؟ مش انت جايه النهارده متاخر وامبارح مستاذنه بدري؟ هو بقى كده شكله حطك في دماغه، وكمان ده مش اي عيد ميلاد، ده عيد ميلاد ابن اخته. ايه دي الحظ الهبل، ده انا عندي ميعاد مهم قوي نفسي الحقه. هو هابي بيرثدي تو يو وعيد ميلاد وكرسانت طيب وهنخلص. ايه يا لهفه؟ ايوه يا فندم. عندك اعتراض ولا ايه؟ لا خالص يا فندم، ده الحبوب الصغير ده حبيبي، ده انا هعمل له شقلبظات في عيد ميلاده. كلنا نعمل له شقلبظات. كلكم هتعملوا شقلبظات؟ طبعا. اتفضلي على عيد الميلاد. اوكي يا فندم. انا هكهربه والله العظيم هكهربه. يلا يا حبيبي بقى طفي الشمع عشان نخلص من ام العيد ميلاد ده. ايه ده مش نغني الاول ولا ايه؟ يلا نغني. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو شوقي، هابي بيرثدي تو يو. يلا طفي بابا. ايه الكلوته دي؟ انت هتقلبيني ولا ايه؟ ميدو ابن عمتي عمل عيد ميلاده هنا الاسبوع اللي فات وكان مليطه. مليطه؟ عايزني اعمل لك ايه يعني؟ ما اعرفش. اتشقلبي. اتشقلب؟ لا يا حبيبي، لو فاكر نفسك عشان ايه من اخت المدير، انا هتشقلب لك فعلا وهغني لك وارقص لك واعمل لك الحركه. حبيبي. هابي بيرثدي يا حبيبي. السكر ده حبيب قلبي، القمر ده انا هشيله كده قبح فوق دماغي. ايوه كده، هابي بيرثدي يا شوقي. البنت دي ما كانتش عايزه تغني لي. لا لا يا فندم والله، هو مش قصده، هو فهم غلط، مش اندرستاند. انا بس ايه، هو كان عايزني اغني له هابي بيرثدي تو يو، قلت له لا ما يصحش، لازم اغني لك هابي بيرثدي تو يو، هغني لك كل شويه نكبر حبه حبه حبه، واغني لك يلا حلا بالا، اغاني كتير يعني. ايوه غني لي كل شويه نكبر حبه حبه، دي حلوه. ها طبعا. انبسط يا حبيبي انبسط. يلا باي. باي باي يا فندم. يلا يا طفي التورته يا بتقول له البت دي. يا غالو يا غالو. يلا هو فين الساحر بقى؟ جاي يا حبيبي حالا، جايبين لك ساحر وجايبين لك اراجوز وبهلوان وكل حاجه، ناقص يجيبوا لك نانسي عجرم. خطوبه دي ولا عيد ميلاد؟ النبي يا بنتي. ايوه النبي يا بنتي. ايوه يا حاج. النبي يا بنتي. ايوه كرسي. حاضر يا حاج. اتفضل. الله يخليكي. اتفضل كرسي بس. الله يخليكي. اتفضل. اجيب لحضرتك ميه ولا ايه؟ لا انا عايز. طب اتفضل الكرسي اهو. اتفضل. ايوه الله يخليكي. الله ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. الله يخليكي. حول ولا قوه الا بالله على اليوم اللي مش هيعدي يا رب. اتاخرت عليكي معلش. مرتديلا انا للاسف مش هينفع امشي. ليه؟ عشان النهارده عيد ميلاد ابن اخت المدير، الولد السكر الامور ده، والمدير قايل لي انا اللي اشرف على العيد ميلاد. طيب غني لهم غنوتين ويلا بينا. يا ريت. حاولت اعمل كده بس كل شويه يجي لي ويبص عليا وعايزني بقى اشقلب لهم. ايه ده؟ مين ده؟ ده الساحر، المفروض انه هيعمل فقره الساحر. ساحر ايه؟ ده مصاص دماء. لا لا لا، ده الساحر، احنا جبناه كذا مره، هيعمل فقره الساحر. يا ابننا الساحر. لا انا هتسولك دلوقتي. ماشي معاكي توم؟ لا معيش. طب افتح بقك. مش عايز يفتح بقه.
بقول لك ايه مرتدله، معلش انا اسفه قوي هتقل عليك، بليز ساعدني ان احنا نخلص من ام العيد ميلاد ده، انا عندي ميعاد ومش عايزه اتاخر. ما تقلقيش انا هتصرف. بقول لك يا حاجه تعالى معايا. ايوه طب لسه سندني بس. تعالى تحت امرك. طب سندني بس الله يخليك. سندني الله يخليك. متشكرين قوي يا ابني. تعالى تعالى. شكرا يا مرتدله. اقسم بالله مصاص دماء. بص قدامك حبيبي يلا. الله عليك يا حاج، يا منورنا يا مشرفنا يا رافع راسنا في الفضائيات، يا كينج الفضائيات. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي يا حاج؟ لاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمني يا علوه، ظهرت في التلفزيون الوقت قد ايه؟ كام ثانيه؟ احنا بالصلاه على النبي كده عملنا بالظبط 3 ثواني. حلو حلو قوي رضا. انا بقى سجلتهم وركنتهم جنب اخواته. هلا هلا، انت هتطلع مدير تصوير باذن الله. حرما الله على الدعوه الجميله دي. جمعا ان شاء الله كلنا كده على الفضائيه السعوديه. قادر يا كريم. لا حلواني، انا ماليش في شغل الفضائيات ده. فرجنا بقى، هلا فرجنا، فرحني. ثانيه ثانيه اهو. ايوه وحبيبنا. أيوة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا فين يا هلا؟ استنى هو جاي أهو. جاي أيوة أهو. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا ده شغل الواد شلتوت مخرج القناة 9، مستقصدني من أيام ما كنت بصلي في القائد إبراهيم بتاع اسكندرية. خلاص يا حلواني، دي لا أول جمعة ولا آخر جمعة، البركة في لهفة بقى. الأوردر اللي هتروح النهاردة هينقلها نقلة كبيرة قوي. أنا أمها ملناش حظ في الدنيا. شايف؟ شايف البرواز اللي فوق ده؟ لا والله، أصل عندي خشانة في رقبتي. أنا سايب نص فاضي عشان هي تملاه بصورها بقى. نفسي حد فينا في العيلة يظهر كده في التلفزيون أو في السينما، بس يبقى قدام قدام قوي، باين مش ورا. إن شاء الله هتشوفها نجمة كبيرة قوي وفي أول الكادر. بس سيبني بقى أنزل أروح شغلي. وبعدين لعلمك بقى، النهاردة انتظر معجزة فنية كبيرة من بيتكو ده. هيتش حبيبي هيت، ركز بقى مع السحر يلا. يلا يلا دلوقتي أطفالنا الأحباء، جه ميعادنا مع الفقرة البلهاء. مين بيحب الساحر؟ أنا. لا بصوت عالي، مين بيحب الساحر؟ أنا. وأنا كمان بحبكم. نعمل حركة بسيطة كده دلوقتي. ده إيه؟ منديل. منديل لونه إيه؟ أحمر. أحمر لونه إيه؟ رد. لونه رد.